الآن راح نجي ناخذ إيش هي التجربة العملية. التجربة العملية حتى بشكل بسيط جدا، التجربة العملية خلي بس ناخذ شاشة جديدة حتى كلير كومباس. أوكي، خلينا ناخذ التجربة العملية. شنو هي التجربة العملية؟ هي تجربة مطبقة في تصميم. التجربة العملية بها أكثر من عامل، بها عاملين أو أكثر. يعني راح يكون عندنا العامل الأول والعامل الثاني، ونرمز له بالرمز أي والآخر بي. لنفترض أنه عندنا تجربة مطبقة بتصميم السي آر دي. شوف تصميم سي آر دي نفس القديم اللي أخذناه، لكن بها أكثر من عامل. هذه التجربة بها عاملين، العامل الأول اللي هي أصناف من الطماطم، خلينا نقول أصناف من الطماطم، وعندنا العامل الثاني اللي هو أسمدة. طيب الأصناف، لنقل هناك ثلاث أصناف من الطماطم وهناك أربعة أنواع من الأسمدة. أوكي، راح يجينا فرد مصطلح جديد اللي هو المعاملة العاملية. المعاملة العاملية بشكل بسيط جدا، المعاملة العاملية هي عبارة عن المعاملة أو المعاملات العاملية تساوي عدد مستويات العامل الأول في عدد مستويات العامل الثاني، أي بمعنى أي مضروبة في بي. في هذا السؤال اللي نشوفه أمامنا، كم عندنا العامل أي، كم مستوى مستوياته؟ 12 3 في 4 12. أحسنت أحسنت أحسنت. إذن راح يكون عندنا هناك 12 معاملة عاملية. طيب لو أنا جابني السؤال، المعاملات العاملية مثلها بالرموز، مثلها بالرموز، يعني عندي العامل أي كم مستوى من مستوياته، وعندنا A1 وA2 وA3. كل مستوى من مستويات العامل أي راح ياخذ المستويات من العامل B. العامل B عندنا أربعة، إذا راح ياخذ أربعة خطوط B1 B2 B3 وبي 4. هذا بشكل بسيط جدا يعني انتم اخذتوه بالعملي. طيب لما امثلها بالرموز راح اقول A1 مع B1، راح اقول A1 B1، وهذه A1 مع B2، A1 مع B2، وهذه A1 مع B3، A1 B3 وA1 B4. نفس الحالة هذه ال B1 وB2 B3 B4 راح تنطبق مع الـ A2، A2 B1 وA2 B2 وA2 B3 وأخيرا A2 B4. طيب راح يجينا، ظل عندنا المستوى الأخير من العامل أي اللي هو A3 B1 وA3 B2 وA3 B3 وأخيرا B4. طبعا لو أنا أحسب عدد المعاملات العاملية، هاي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، راح يطلع لي عدد المعاملات العاملية هي 3 في 4 ويساوي 12. إذا المعاملات العاملية بالرموز لازم تكون مساوية للمعاملات العاملية في القانون. هاي أعتقد واضحة والأستاذ كان شرح لكم إياها. أوكي؟ طيب لو أنا طلبت من عندكم، قلت أنه يوجد لدينا تجربة لثلاث أصناف من الطماطم وأربعة أسمدة، المطلوب تطبيقها واحد في تصميم سي آر دي واثنين في تصميم الآر سي بي دي. اللي أريده منكم بهذا السؤال، المطلوب أنه تعمل معادلة النموذج الرياضي للتجربة عاملية مطبقة بالسي آر دي، ومعادلة النموذج الرياضي لتجربة مطبقة بالآر سي بي دي، ثم رسم المخطط لكل من هذه التجربتين، وأخيرا أريد أكتب الـ SOV والـ DF. خلينا نشوف شلون راح نكتب التجربتين هذه ضمن كل تصميم. راح نجي هنا نقول معادلة النموذج الرياضي بتصميم سي ار دي. بس قبل ما اقول التصميم سي ار دي، لنفترض انه عدد الار
تساوي 3، والاي عندنا 4، والبي عندنا 3. لاحظ شلون راح نكتب معادله النموذج الرياضي. معادله النموذج الرياضي بهذه الحاله راح يكون عندنا واي اي جي كي. سابقا كنا بس عندنا واي اي جي، تتذكرون؟ الان عندنا واي اي جي كي. الاي هو للعامل اي، والجي هو للعامل بي، والكي هو للار. اوكي؟ طيب نقول يساوي ميو زائدا اي اي زائدا بي جي زائدا اي بي اي جي. شوف هنا الاي والجي راح يصيرون وراهم كل واحد منهم، زائدا اي اي جي كي. وافتح القوس قل عندما الاي والجي والكي. الاي هي تمثل عدد مستويات العامل الاول، اللي هو كم مستوى عندنا؟ 4، راح نقول 1 إلى 4. والكي او عفوا الجي هو 1 إلى 3، 1 2 3. وبينما الار عندي ايضا 3، 1 2 3. هذا اعتقدها واضحه، واخذتوها يمكن بالعمل العمل نعم حق استاذ احمد. هذا الكلام اخذتوه انتم بالعمل ولا ما اخذتوه؟ اي دكتور اخذنا. طيب معادله النموذج الرياضي بالتصميم الار سي بي دي. ار سي بي دي ارجو ان تنتبهون عليه يا شباب. واي اي جي كي يساوي ميو زائدا اي اي زائدا بي جي زائدا اي بي اي جي زائدا ار كي زائدا اي اي جي كي. ونفس الحاله الاي والجي والكي، كل واحد يساوي مستويات العامل الاول، مستويات العامل الثاني، واخيرا عدد التكرارات. هذا معادله النموذج الرياضي، هي مهمه جدا اللي قلتم عليها، احتمال يكون الامتحان الفصلي الثالث او الامتحان النهائي ان شاء الله تعالى. طيب مخطط التجربه، شو راح ارسم مخطط التجربه؟ اولا خلي ارجع اشوف انه الاي ايش قال عندي؟ الاي 4 عندي 4 بالضبط، والبي عندي 3، والار ما انسى ايضا عندي 3. طيب عدد المعاملات العامليه ايش يساوي لنا براء؟ 12 4 في 3 12. ريم عدد المشاهدات او عدد الوحدات التجريبيه ايش يساوي؟ شلون استاذ؟ عدد الوحدات التجريبيه ايش يساوي لنا من هاي المعلومات اللي قدامك موجوده؟ دكتور 12 استاذ يعني اي لا ما 12 4 أفشل 4 العفو 3 بس انتبهوا علي 3. دقيقة انتبهوا علي، راح اكتب لكم هذا القانون وارجو ان تنتبهون شباب، انتبهوا علي جيدا. دكتور يطلع 36 عدد الوحدات التجريبية او يسموها عدد المشاهدات يساوي عدد مستويات العامل A في عدد مستويات العامل B في عدد ال R. خش استاذ 36 اي دكتور 36 اي يعني 4 في 3 في 3 يساوي 36. احسنتم تمام. طيب الآن أنا أريد أرسم المخطط مالتي. أشلون راح أرسم المخطط مالتي؟ لو أنا أجي على تجربة مطبقة بالسي آر دي، اكتبوا عليها يا شباب. التجربة مطبقة بالسي آر دي، خلي أرسمها إيه هنا حتى مكان فارغ شوية. اكتبوا عليها. لو أنا يطلب من عندي رسم مخطط تجربة، رسم مخطط تجربة بالسي ار دي ضمن المواصفات الموجودة أعلاه، يعني الأي يساوي 4 والبي يساوي 3 بينما الآر يساوي 3،
احنا قلنا عدد الوحدات التجريبية وعدد المشاهدات. دكتور نسوي 3 قطاعات. لا بس دقيقة عليه، ما نسوي 3 قطاعات. هسه هذا السي ار دي، السي ار دي بس انتبهوا عليه ايش راح ارسمه. اول شيء ارسم مربع او مستطيل كبير. دكتور بينو 36 مربع. 36 مربع. يعني راح اقول ايه هنا 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي هذا صار عندي ستة 36 مستطيل. بدال انا 36 مستطيل ايش راح اسوي؟ راح اوزع ايها اللي عندي، يعني المعاملات العمليه اللي انا رسمتوها سابقا. اقول اي 1 بي 1 واي 1 بي 2 واي 1 بي 3 واي 2 بي 1 واي 2 بي 2 واي 2 بي 3 واي 3 بي 1 واي 3 بي 2 واي 3 بي 3 وما انسى اي 4 بي 1 واي 4 بي 2 واخيرا اي 4 بي 3. لو انا احسبهم هم يطلع لي 12 واحد. كل وحده من هذه المعاملات العامليه، يعني هذا اي 1 بي 1 كم مره اكرره؟ 3 مرات. لازم يكرر. احسن، يعني ايش راح يكون؟ راح يكون هنا عندي، خلي اكتبه بالاخضر. إيه هنا اقول اي 1 بي 1 هاي مره، اي 1 بي 1 هاي مرتين، اي 1 بي 1 هاي 3 مرات. خلصت الاي 1 بي 1 نجي على اي 1 بي 2. نكتب إيه هنا اي 1 بي 2، طبعا توزيع عشوائي 3 مرات كل واحد. واضح؟ اي 1 بي 3 نفس الحالة. واي 2 بي 1 او اي 2 بي 1، نعم. واي 2 بي 2 واي 2 بي 3 وهكذا بالنسبة للبقية، بحيث ال 12 معاملة عاملية راح اقسمها او كل وحدة اكررها 3 مرات حتى يملي 36 وحدة تجريبية الموجودة بتصميم سي ار دي بتجربة بعاملين، العامل الاول 4 مستويات والعامل الثاني 3 مستويات. واضحة شباب؟ هذه اول مخطط. واضحة شباب؟ انا ما ارجع بالنقطة اذا انتم ما فاهمين. تمام دكتور. الان راح نجي على تجربه عامليه مطبقه بالار سي بي دي. راح ارسم 3 قطاعات، هذا القطاع الاول وهذا القطاع الثاني بجنبه وهذا القطاع الثالث. كل قطاع راح اقسمه على عدد الوحدات او عدد المعاملات العامليه. عدد المعاملات العامليه ايش قد عندنا؟ 4 في 3 12. فراح اقسم كل قطاع، كل قطاع الى ايش قد؟ كم قسم؟ 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهذا 12. وراح اوزع توزيعا عشوائيا اي 1 بي 1 اي 1 بي 2 اي 2 بي 1 اي 1 بي 3 واي 2 بي 2 واي 2 بي 3 واي 3 بي 1 واي 3 بي 2 واي 3 بي 3 واي 4 بي 1 واي 4 بي 2 واخيرا اي 4 بي 3. واوزع توزيعا عشوائيا سواء في القطاع الاول ولا في القطاع الثاني ولا في القطاع الثالث. راح يكون عندي تجربه عمليه مطبقه بتصميم الار سي بي دي بثلاث قطاعات. وهذه هي بشكل بسيط جدا السؤال اللي راح يجيكم، بالاضافه الى الاشياء. الشيء الاخير اللي انطاكم هو الاستاذ، استاذ احمد انطاكم الاس او في والدي اف. واحد يقول استاذ انا شوي ما افتهمت الاس او في والدي اف، انتبهوا علي.
هذا الاس او في والدي اف بتجربه بسيطه بعامل واحد مطبقه بتصميم السي ار دي. كان سابقا نكتب تريتمنت وبعدين نكتب الايرور وبعدين التوتل، تتذكروها هذه اكيد. نعم، كنا نقول تي ناقص واحد، وهنا تي نفتح قوس ار ناقص واحد، وهنا تي ار ناقص واحد، تذكرونها؟ اي دكتور. طيب، هذا احنا صار عندنا تجربه عامليه بعاملين الاي والبي. كل قانون بي تي، كل قانون بي تي راح يصير بمكانه اي بي. نحولها اي بي، اي بي نكتب. اذا بهاي الحاله الاس او في والدي اف شو راح يكون عندنا؟ اس او في البلوك والدي اف. لا انا اتكلم بس حاليا على السي ار دي، اتكلم على السي ار دي. نكتب تي نقطه سي، ونكتب اي، ونكتب بي، ونكتب اي، بعدين ايرور، وبعدين التوتال. كان سابقا التي سي هي نفس التريتمنت تي ناقصها واحد، تذكرون التي ناقص واحد لانه التي راح يصير اي بي، فراح نقول اي بي ناقصها واحد. زين، هذا السؤال السابق اللي قبل شويه انا قلت انطيتكم اياه، الاي يساوي اربعه والبي يساوي ثلاثه والار يساوي ايش؟ ثلاثة. دكتور يطلع 11 القيمة مالتها. 11 القيمة. يساوي 11، أحسنتي. نجعل أي ناقصا واحد. ثلاثة. ناقص واحد ثلاثة، جيد. البي اثنين. بي ناقصا واحد. طلع اثنين. جيد. الأي بي هو عبارة عن أي ناقص واحد في بي ناقص واحد. فيساوي ستة. ستة. جيد. الايرور القانون ماله اذا تشوفوه هذا عبارة عن تي في ار ناقص واحد. التي قلنا صار اي بي، في ار ناقص واحد يبقى هو نفسه. يطلع 24. طيب. يطلع عندنا ايش قد؟ يطلع عندنا 24. 24. التوتال تي ار ناقص واحد راح يصير عندي اي بي ار ناقص واحد. لا 35. زين، انا اريد اتاكد الحل هذا صح ولا غلط، ايش اسوي؟ نتاكد 11 3 و2 و6 نجمعهم. اي شلون دكتور؟ انت ثاني كتبت الاس او في والدي اف شباب. شلون راح اتاكد الحل مالي صح ولا غلط؟ دكتور نجمع ال 11 زائد 2 زائد 3 زائد 24 يطلع لنا 35. شلون بس عيد يا بالله؟ دكتور 3 وال 2 وال 6 نجمعها ويا ال 24 يطلع لنا 35، أو نقول 11 زائد 24 يطلع لنا 35. زين ليش ما اجمع ال 11 مع ال 3 مع ال 2 مع ال 6 ومع ال 24 حتى يطلع لي 5؟ تطلع غير قيمة، يعني تطلع قيمة أكبر. يعني أشني الفرق؟ أصلا دكتور إذا أخذنا استاذ يعني ال 11 وال 24 35 بس دقيقة يطلع 35. يعني انتبهوا علي، 11 بس انتبهوا علي، هذا ال 11 هو عبارة عن ايش؟ 3 زائد 2 زائد 6. نفس القيمة. 11. نفس القيمة، وعليه اما اجمع ال 11 هذه مع ال 24 راح يطلع لي 35، او اجمع ال 3 وال 2 وال 6 هاي اجمعهم هذول زائد ال 24 حتى يطلع لي ايضا 35. يعني هل التي سي هاي عاد اكتبها هاي الفوق؟ هذا اللي خليتوه بمستطيل بوحده، هذا مهم حتى اكتبه لو شنو؟ انا راح اكتب التي كومبينيشن اللي هو المعاملات العامليه
تي كومبينيشن تريتمنت كومبينيشن معاملات العمليه عاد اكتبها بس مجرد حتى اتاكد من حلي صح ولا غلط. طيب بالامتحان اذا انا ما كتبت التي سي كبر كتبت الاي والبي والاي بي والايرور وبعدين كتبت التوتال هنا هذا حلي صح ولا غلط؟ الجواب حلي صح ما عندك مشكله. لكن التي كومبينيشن هذا بعدين راح ناخذ ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح ناخذ شلون نعمل جدول تحليل التباين ونشوف ايش قد تفيدنا التي سي هذه ايش قد تفيدنا بالحل. تختصر علينا الكثير من العمل ويطلع حلنا دائما مضبوط ما في اي خلل او اي خطا. واضح شباب؟ تمام دكتور. هسه طبعا عندنا الاس او في والدي اف مال الخاصه بمعادله الار سي بي دي. اكتب علي هسه راح نكتب ايه هنا؟ الار سي بي دي والقديم هذا الار سي بي دي كنا نبدي بالبلوك بعدين التريتمنت بعدين الايرور ثم التوتال تتذكرون هذا وعندنا هنا ار ناقص 1 وتي ناقص 1 وار ناقص 1 مضروب في تي ناقص 1 وهنا التي ار ناقص 1 هاي واضحه يمكن قديما اخذناها وامتحنا بها راح نجي ناخذها شلون نكتبها ب التجارب العاملية وخلينا نشوف هذا الـ SOV والـ DF الجديد مالتنا SOV والـ DF شو راح نكتبه؟ أول شيء راح نكتب بلوك ما عندنا أي مشكلة وراح نكتب T نقطة C لمعاملات العاملية وراح نكتب A والعامل B والتداخل بينهما ثم الـ Error وأخيرا Total. طيب انا هنا لما راح اكتب ار ناقص 1 عندي الار 3 يعني هو 2 اوكي التي كومبينيشن اي بي ناقص 1 ويساوي 11 اي ناقص 1 نفسه 3 بي ناقص 1 بي ناقص 1 ويساوي 2 وأي ناقص واحد في بي ناقص واحد ويساوي 6 وأخيرا نجي كان قبل إذا تشوفون بال هذا الجزء أن R ناقص واحد في أي بي ناقص واحد على اعتبار كل تي راح نبدلها بإيش بأي بي هنا أي بي R ناقص واحد. طبعا هنا لو اشوف الخطأ التجريبي راح يصير اكثر من السي ار تي لو اقل. اقل. ليش اقل؟ والله ما اعرف. راح نجي نشوف. زين. انا لو اجي هنا اقول R ناقص واحد اشقد اثنين. في اي بي ناقص واحد اشقد 11، اثنين في 11. 22 وهنا ايضا راح يطلع لي 35 اسالكم تنتبهون علي يا شباب لو اجي اشوف الخطا التجريبي طبعا هنا الخطا التجريبي الموجود بالسي ار دي والخطا التجريبي الموجود في الار سي بي دي راح اخلي له لون احمر حتى هنا هذا اشقد يساوي لي 24 بينما هنا الخطا التجريبي مالي اشقد 22 ايش قد الفرق بيناتهم؟ 2 الاثنين منو اخذها؟ البلوك اخذتها الار اخذتها زين لو انا سالت ايهما اكثر دقه؟ اللي عنده 24 ولا اللي عنده 22؟ 22 ليش؟ طب ايش قد اقل يعني يقل الخطا؟ أحسنتم كلما قل الخطأ التجريبي كلما ذلك يكون أفضل من ناحية الدقة يعني شلون أقول لك مثلا واحد أخطأه قليلة يعني خلي نجيب على الامتحان مثلا عندنا طالبين كانوا امتحنوا والطالب الأول عنده خطأين بس بالأسئلة والطالب الثاني عنده أربع أخطاء زين منو درجته على اللي عنده خطأين صح ولا لا؟ يعني الأخطاء ما قليلة نفس الحالة هنا كلما يقل الخطأ التجريبي
كلما يدل على زيادة دقة التجربة. طيب عندكم بالعمل كذا انطاكم المميزات العيوب تعاريف ايه مالت انطاكم اخذناه اياها ايه اخذتوها يعني؟ صحيح ايه تمام ايه ممتاز. ما دام اخذتوها اذا انا ستخلص الجزء الاول من المحاضرة ان شاء الله بالدرس العمل القادم او يوم الخميس عندنا امتحان خوش، نعم امتحان و... عندنا صح والاسئلة مالكم راح تكون اسئلة فكرية، ارجو انه تقرون زين، يعني ما اقول لكم صعبة لكن الاسئلة ينراد لها قراية، يعني ما اقول صعبة واخوفكم منها لكن يا ريت انه تقرون زين اي دكتور. سؤال. نعم دكتور انت راح تمتحننا لو دكتور احمد اي دكتور احمد ان شاء الله راح يمتحنكم وانا راح اكون ايضا موجود راح امر عليكم، بس اللي اريده منكم اشني اللي اريده انه تقرون زين من هالساعة الى يوم الخميس. اي طالب منكم اي الامتحانات طالب من هالساعة على يوم الخميس استاذ تسمح دكتور. لي؟ نعم استاذ بس التسجيلات نريدها تزفكم اياها؟ أستاذ ما كلتهم. ما كلتها، اوكي ما مشكلة. أنا صراحة طيب شيك نجيبها من عمان. هاي المحاضرة الساعة من تكمل، أنا راح أزد أدز لكم إياها إن شاء الله على الجروب بإذن الله، بس واحد ممكن إذا نعم هاي المحاضرة ما داخلة بالامتحان. ما مشكلة حتى لو ما داخلة، المهم أنطيكم إياها حتى تستفادوا منها إذا ما هسه الامتحانات البقية إن شاء الله. سواء أستاذ كان الفصل إذا المشرحة كان يعني عندكم بعتمد علي شرحك. اي نعم اي نعم ما عندي مشكله، بس انا عاد يعني عاد اقول للطلاب الاخرين في بعض الاحيان طالب او طالبه ما يعني كان حاضر بالمحاضره وافتهم، لكن لان ما يقرون بشكل يومي بس يقرون ليله الامتحان راح يكتشف انه اكو شغلات كن نساها ما يتذكرها. فاللي ارجو منكم اي طالب او اي طالبه عنده فرد خلينا نقول استفسار او سؤال ما يعرف يحله خليه يجيني، ما عندي اي مشكله، اني بابي مفتوح، بس ما اريد انه منكم طالب او طالبه يجي يروح يسال زملائه ويجوز زميلكم فهم النقطه غلط فيصير الخطا مركب، يعني الطالب كان فهم غلط وروح يفهم البقيه هم غلط بالامتحان، يجاوب يقول الاستاذ انا جاوبت والله مثل ما انت تريد، ولكن يتفاجئ بدرجته هي درجة منكسرة وضعيفة. فاللي أرجو منكم شباب اللي أرجو منكم أنه تقرون بشكل يكون مرتب ومنظم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح.